تصير عندك دوتو مع نور غندور صح؟ اي شنو اللي لقيتي شدك في نور غندور ان تكون صديقتك وتصير نور صجية. شلون صجية؟ اوكي ترى صعب لما تلقين شخص في مجالك ويحب لك الخير وايد. يعني نور مثلا اذا دور شافته وايد زين وايد زين واحسن يمكن منها، تدق علي تقولي هي لا انا شايفتك بالدور في عندنا هذه الامور، اوكي نقعد نفرغ النصوص مع بعض. عدت عليك شخصيات مزورة؟ طبعا عدت، اي اي يعرفون يمثلون في الحياة جدا 24 أكثر ساعة من الكاميرا الشاشة. رول عندهم، شلون ما اعرف. نور صجية، قلبها ابيض، نفسي ترى بس نفس شخصيتي بالضبط. الانسان عرفتيها الحلوة اللي قدام اوكي الناس البرنسس، بس هي مينونة داخل، اوكي قلبها ابيض، انسانة مكافحة مسؤولة عن اهلها، صحيح. انا اقدر هالشيء، نظيفة من تشتغل داخلها، وكانت تدرس بنفس تدرس وكانت تشتغل وكانت تصرف على اهلها وعندها وايد مسؤوليات، تحب شغلها. احسها اختي اصلا، ما اوكي احسها صديقتي صدق. كنت تسافرين وياها حتى مصر صاحبتك. اقعد ببيتهم، اقعد ببيتهم، اقعد من النوم، امي امها ام امي امها كذي. حلو عشنا مع بعض فتره هني بالكويت، عاشت ببيتي، انا عشت ببيتها في مصر. انسانه صادقه ما تجاملك، يعني عندنا وايد نقعد مع بعض، ليلى انت اللي سويتيه غلط، مفروض اصلا هالكلمه ما تنقال هالحزه، هي العقل انا القلب. الكلمة هذه ما تقالها الحزة، انت صريحة ولا صراحتك مرات وديك بداهية؟ صراحتي توديني شويه بداهيه بس صريحه، ابي يعني لما اي اقول لك ما صار كذي 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 عنك مثلا، ابي اوصل لك الرساله، ابي اخلص من الموضوع، اوكي لان اذا لفيت ودرت وانتي لفيتي ودرتي ما راح ننتهي من الموضوع هذا كله، اي بيظل فاي بظل، فلازم انا اقول لك انا انجرحت من هالموضوع، هذا شيء جدا اذاني وكذي صار، وهذا الصج سمعيه مني. ما راح ترى صدق، يعني نور جدا مرات تقولي المفروض ما تكونين صريحه في المكان. بهالمكان، يعني عرفتي هي لان هي اكبر مني، انا اشوفها ايش كثر اكبر منك؟ الحين 3 سنين. 3 سنين.